المنام لشاب، رأيت أنني دخلت إلى مكان مهجور، فرأيت شاب مين يعني شاب يا ست الكل يعني ابنك معرفة من أهلك، رأيت أنني دخلت إلى مكان مهجور رأيت عصفور أسود فأمسكته بيدي، أنا أعمل وأعزب أرجو تفسير جزاك الله خير. أخي الكريم أنت هذا الشخص يا ست الكل ربما لديه فضول على اكتشاف أو تعرف على أناس هو ظاهرهم سيء ولكن يريد أن يتأكد، ولكن إذا بالغ في التقرب منهم هذا الشاب سوف يظهر له ضرر منهم ليس فقط اكتشاف أو معرفة. فإذا كان هذا الشخص يرغب في معرفة الأشخاص حقيقتهم ويكشفهم وهو في قلبه واقع أنهم سيئون فلن يأتي مرة ذلك إلا المشاكل، فعليه أن يتوخى الحذر ويبعد عن هؤلاء.